هاي لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا اليوم ببرنامج ألايف، صفقرة جديدة من ميدن لبنان معنا اليوم، وطبعا عنا ضيوف جداد. حنبلش بالموضة اليوم وضيفتي الحلوة والأنيقة هند زيدان، المصممة هند زيدان. كيفك هند؟ هاي بام، كيفك؟ هند، أنت مصممة أزياء معروفة بالديزاينز تبعك، قديشهم حلوين وترندي. نحن معودين على الهوت كوتور، على النوع اللبناني اللي شوي بيبقى منه للديلي يوز إذا بدنا. تصاميمك عم بتكون كتير حلوة وعم تنشهري بهالتصاميم. عملت أول كولكشن بعد انفجار بيروت يلي نعرف انه انت اخذت كل، يعني تقريبا مش كلهم، اخذت قسم من الارباح تتساعد بناء المباني الاثريه اللي دمرت بها الانفجار. شفنا كثير على السوشيال ميديا وشفنا كثير بالجرايد والمجلات عم يحكوا عن هذا الموضوع، لقى يعني كثير، كان شيء معروف وشيء حكيوا عنه كثير، واللي عرفنا انه من وراء هالكولكشن بلشنا بكولكشن ثاني. فبدي اياك انت تخبريني اكثر عن هذا الموضوع. هي الكولكشن ذاتها يلي انعملت بالصيف، هلا بهيدا الشهر بما انه شهر المناسبات شهر الاعياد، فلقيت انه برجع بعيد شوي من القطع يلي انعملت بالصيف. المجموعه كانت مؤلفه من 8 قطع، فعدت منها 3 قطع على different fabrics، يعني كان في قماش وخامات مختلفه. عن طبعا بالصيف بتكون الاقمشه غير، سو هالمره كان في عنا الفلفت، عنا الساتان، عنا الساتان مع جاكار، قماش فلفت حتى يعني المخمل شوي شتوي اكثر طبعا، وبتناسب هلا الكريسماس دينر للأعياد. اذا عنا كريسماس دينر او للنيو ييرز. مزبوط، اول كولكشن كانت صيفيه اكثر، شفنا فيهم الوان فاتحه، الوان صيفيه. كانت بالصيف الكولكشن يعني بتناسب الوضع اللي كان عم بيصير عنا بالبلد. مزبوط، بالصيف بتعرفي ما كان في سفر، صح، اغلب الوقت كنا بلبنان. سو كانت هيك كولكشن للاماكن المفتوحه. مزبوط، بيتش بارتيز هيك صغار، اعراس ما كان في، حتى كان في فساتين بتناسب اذا عرس برا باماكن مفتوحه، اذا هيك قعدت قهوه. سو كانت الفساتين لهيك كانوا ترندي وحلوين، كانوا الوانهم حلوين. وهلا كنت عم شوف الكولكشن الجديده، عن جد الكولكشن كمان رائعه، يعني بتحسيها خرج المناسبات، خرج كريسمس ونيو يير، بتحسي هالفساتين حلوين وكلاسي، والقماش تبعهم عم بيكونوا الالوان رائعين. اول كولكشن تميزتي انه سميتيهم للفساتين، كل فستان كان له اسم بهالكولكشن. عم كمان تسموا تقريبا نفس الشيء يعني، بس بيناسبوا هلا اكثر الموسم. هلا عم نشوف الفساتين. مزبوط، هذا كان انعمل بالصيف بالوان كثير فاتحه وبيناسبوا البحر. هيدا فستان هلا بينلبس لعرس، بينلبس لسهره، ريد كاربت. سو هون ببين قد ايه القماش بيلعب دوره. هيدا فستان حلو. كمان كان بالصيف على الطول كان اقصر والكم كان اقصر، ضلت فتحه هذا مش هو ذاته اللي انت هلا لبستيه؟ مثل انا لبسته نفسه. مزبوط، وانا كمان لابس اليوم من تصميمك هذا الفستان اللي انا لبسته بس على غير قماشه، ميني جامب سوت مثل اللي هلا طالع على السكرين. مزبوط، نفس القصه عند الظهر، كثير حلوين القصات. هون مخمل بني، انت لبستيه جاكار مثل اللي طالع هلا على الصوره، ستان مع جاكار. ستان مع جاكار اللي هونيك مثل اللي انا لبسته. الالوان عم بتكون اكثر بني. اخترت 3 الوان، كل لون في كذا قماشه، او مخمل او ستان او ستان على حرير. حلوين كثير هالفساتين. هيدا كمان البني في له الربطه فوق البابيون، هون شيلتها، بتقدر اي حدا بيقدر يحطها وبيقدر يشيلها. شو بيميز هالتصاميم عن غير تصاميم هند؟ اول شيء للصيف كانت كثير مريحه، كانت هيك القماش انسيابيه كثير، سو بحس حاله واحد اذا بده يلبسها ما عم بيعمل كثير افورت، مع سليبرز، مع رينجر، مع كعب، بينلبس بالليل وبالنهار. اكزاكتلي. هلا بالصيف نفس الشيء، بالشتاء بنزيد شويه اكسسوارز، ممكن بالكولوم شوز، اكسسوارز بالرقبه لانه موسم اعياد هلا بنقدر. هون كمان مثل اللي انت لبستيه بس مخمل غير بلين، هو المخمل هلا نفس اللي لبستيه انت. هيدا اللي عم لبسته. مزبوط، هن هو المخمل هلا عم نشوفه دارج بكثره، يعني عم نشوف المخمل عم بيدخل على الموضه كثير هيدا السنه. مزبوط، وهيدي الالوان الغامقه البني، الموف، الاسود، عم بيكون اكثر شيء عم نشوفه بالكولكشنز الجداد. بدي اسالك كانت سؤال، اللي هالكولكشن نحن عرفنا انه اول كولكشن كنت عم بتساعد شوي البيوت اللي تدمرت الاثريه ببيروت، هل هالكولكشن كمان حتعملي ذات الشيء؟ هيدي الكولكشن كمان جزء من ارباحها رح يروح لمساعده عائله، رح اختار عائله وحده
واحيانا بتكون مساعده كثير صغيره بس عن جد بتعمل فرق كثير كبير. أكيد. عند عائله متضرره كمان صح. من الانفجار يلي صار بقبل الماضي. اصلا بتخيل في كثير عيال بحاجه للمساعده. أكيد. وخاصه نحن هلا بشهر العيد لازم نكون متضامنين مع بعض وعم نساعد بعض. صحيح. وفكره كثير حلوه انه انت من تصاميم حلوه ويعني على الموضه عم تقدري كمان تروحي فوركاز لسبب انك تساعدي هالعالم. هون عم نفرجي انه عن جد حتى الموضه اي شيء بالحياه بيقدر يخدم عند حاله اجتماعيه معينه. بيروت طول عمرها هي رمز للأناقة وللجمال ولكل شيء حلو، فلهيك كلنا قد ما فينا بدنا نساعد بيروت لترجع من أول وجديد. أكيد أكيد. مثل ما كلنا منحب. مش الحال بخصوص المباني الأثرية على الكولكشن اللبنانية؟ بشهر واحد رح يكون كل شيء عم يترجم على الأرض، إن كان مع العائلة أو بالكوز اللي كانت قبل الكولكشن الصيفية. كمان الأسعار تبع الفساتين كانت ريزنبل. حتى هالكولكشن كمان مزبوط، لأن هي لأنها فور إيكوز ما فكرت إنه أغلي الأسعار، يعني بنمشي مع الوضع يلي موجود عنا. مزبوط. خليت كل الأسعار تكون ريزنبل، وهو هذا الشيء أكيد بيساعد أكثر وبتحمس العالم إنه تشتغل. صناعة لبنانية طبعا. ففكرت إنه لا معلي نلبس ونكون كل شيء يعني بيتماشى مع الوضع يلي نحن فيه هلا. مزبوط. مع إنه القماش اللي حطيت هلا بالديزاينز اللي عملتهم هلا للشتاء كثير غير الصيف، لانه لحظت. في مناسبات منهم لظهر بحر او لاماكن مفتوحه بدها تكون اتقل. بدها تكون اتقل. اصلا انا لاحظت لانه شفت الفستان اللي لابستيه واللي انا لبسته، شفت شوي الكولكشن، حسيت قد ايه القماش حلو وقديش مشغوله عليه، وحتى التقسيم والقصه يعني روعه. فانا لكل اللي حاب التصاميم فيهم يشوفوا الكولكشن على هند زيدان كولكشن انستغرام او على الويب سايت هند زيدان اونلاين. الكولكشن كلها صارت موجودة، بيطلبوا أونلاين أو على الويب سايت هون بقلب لبنان ولا برا كمان. ولا برا كمان اللي برا كمان بيعمل اوردر من خلالك انت، وبتلاقي من خلال الانستغرام او من خلال الويب سايت وبتوصلي لهم اياهم. اكيد. وطبعا كل شيء عم بيروح ارباح كمان بنكون عم نساعد. يعني أكيد. السيده اليوم اللي عم تلبس اول شيء عم تبين حلوه، عم تلبس شيء كثير انيق وحلو وترندي، ومنه عم تخدم كمان. ومنه بتكون عم تخدم يعني مسكره من كل الميلات. حالي معين. صح. بتخيل هذا الشيء بيناسب كل السيدات، وخاصه انه الاسعار عم بتكون مثل ما سبق وقلنا يعني مقبول. خاصة نسبة على شو عم نلبس. حلو انه واحد يكون عم بيساعد غيره بهالاوقات الصعبة. هند انت سيدة حلوة وجميلة ومتألقة، تميزت باول كولكشن وهلا شفنا الكولكشن الجديدة، شو ناوية تعملي قريبا من هلأ بعد بشهر واحد ان شاء الله رح ينزل تصاميم اللاين يلي حيكون الهوت كوتور، يعني حنشوف لو مجموعة صغيرة حبلش فيهم هلا ان شاء الله بشهر واحد، وكمان ان شاء الله كوني وبتشوفي. اكيد نحن ناطرين الكولكشن الثالثه، سبق وتميزت باول اثنين فطبعا حنكون ناطرين الكولكشن الثالثه. بس لذكر انه الكولكشن يلي هي هلا عم تنعاد هي ذاتها من التصاميم نفسهم اللي كانوا بالصيف. بس مثل ما قلت على قماش مختلفه، هلا بشهر واحد رح نشوف شيء شوي غير. وي كانت ويت، بدنا نشوف شو ناطرنا بالكولكشن الجديده. هند انا بدي اتشكر وجودك معنا، وبدي اتشكرك على هالشيء الحلو اللي عم تعمليه لبلدك وللعالم المحتاجه. يعني نحن بحاجه لعالم نكون عم نفكر ببعض بهالطريقة. مشاهدينا نحن رح نروح بريك ونرجع منكمل بميدان لبنان مع ضيفنا الجديد.